تفكرك النار، حتى لو كان يظل ساعات كأنه حلمة، تفكره كأنه البارح. نهار تليها الشعب المايع الراكد الغارق في سبع نومة، يفيق ويتحزن ويثور. ما يمنيش علاش وكيفاش، اللي نعرفه هو اللي خرجنا للشارع باش نفكوا حياتنا من يدين الظلم، حتى كانت فكتنا. كتوا نتفكر، تفكر وقت اللي كنا الكل يد واحدة، الكل نخوات. عمري ما حسيت التوانس أقرب لبعضهم كيما كل أيامات. نتفكر زاد الشك، خوفنا لما نوصلوش. نتفكر التهديدات، وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم، بكل حزم. شغل، حرية، كرامة وطنية، خرج شعار من جواجينا كالعبر، غصينا به لين ولا كالساحة. أمنا للظلم ميزيريا، القهر والقمع وفيه، واللي كل شيء ولا ممكن، كل شيء تقاش. كلمة توحدنا عليها أنا ما عادش عندها نفس الصدي. في ساجة وقسموا العبيد بدينه، أي قول دينه، على خاطر إسلامنا دين الحب والتسامح، ومش دين الكره والفتنة اللي زرقونا فيهم كل يوم في عروقنا باش يفرقونا بسمهم هذايا. جاونا بدينهم وحطوا كل اللي ثرنا على خاطره على جنب، يحبوا ينسيونا فيه. في دورة حضارية جديدة إن شاء الله، بالخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله. من الأول برشا ناس قالوا علاش لا، ناس يخافوا ربي، ما ينجموش يضرونا. ذيوبة عاملين رواحة وناجيت ملهوفين على السلطة. اليوم دولة بالدولة الكل بين يديهم ويستعملوا فيها باش يوصلوا وين يحبوهم. تجاوزات، الفساد، القمع، العنف والظلم رجعنا نعيشوا فيهم كل يوم. اللي تراكم في عهد الديكتاتورية على مدة سنين شفنا أكثر منه في أشهر حكم. كيفاش خلينا رواحنا؟ كيفاش ثورة على خاطر الحرية وصلتنا لهون؟ كيفاش خلينا هذا الكل يصير؟ على شنو اللي نحكيه اليوم؟ انتي ضد الدين وانتي مع الدين، انتي كافر وانتي ماسوني، وانتي وانتي. بعدنا على شغل حرية وكرامة وطنية. في عهد ثورة الحرية يحاكموا العبيد ويشدوهم في الحبس الأغنية، على العمل الفني، على بوسة. في نفس الوقت بعض من اللي عيطولهم ولادنا يكسروا، يهدوا، يروا، يقتلوا وما يكلمهم حد وما يحاكمهم حد. وكان لازم يتكلموا باسم الثورة. قال شنو هو يحني فيها؟ سندخلكم في الشوارع، سندخلكم في الشوارع. حاشاها الثورة. رعاوا العنف، شجعوا عليه، بروه. روابط الثورة ضمير من ضمائر الثورة. واللي وعدوا باش عمرهم ما يتحالفوا معاهم متواطئين. وقلنا وكررنا وإحنا ما عندناش لا قبل ولا بعد. لا بعد ولا بعد. بسكيتهم، بتواطئهم، عرفنا مصيبة الاغتيالات والهجمات الإرهابية. مجموعات كيف هذه عندها عام وهي ساكنة غادي، ما فقناش بها، مش نخاف، ما عادش نرقد النوم. موتى وصغار يتامى ودموع الناس المقهورة. انتوما السبب والتاريخ ما يرحمش.
منش نسين وعمرنا ما ننساه. التزمتوا كان توا إلا ما تشعلت الدنيا باش تلتزموا. أنا في تقديري اللي صاير اليوم هو نتيجة وليس سببا. اليوم يد واحدة ضد سياستكم، ضد جهلكم وبهمتكم. يد واحدة ضد الإرهابيين اللي تستوردوا فيهم واللي تصدروا فيهم. يد واحدة ورا جيش نورد الشعب ضحايا خيانتكم. يد واحدة ورا البوليسية شرفاء. يد واحدة ضد شدانكم في الكرسي بيديكم وساقيكم كذبكم بقمعكم. هدنة سياسية واجتماعية لنقول لمدة 6 أشهر، ما نجمش نطلبها العام خاطر بما أنه المدة الكل هي مهلتنا عام. يد واحدة باش نلموا هالشعب اللي جربتوا تفرقوه. يد واحدة باش نعاودوا نبنيوا اللي حطمتوه. يد واحدة ضدكم خاطركم أتعس معارف تونس. الله أكبر. لتوا فرحنا بثورتنا، لتوا مسحنا دموع عائلة شهدائنا، مازلنا ما طعمناش الحرية، نلقاهم قدامنا يتاجروا بالدين وبالثورة ويعفسوا بساقيهم على أحلامنا. فيق يا بلادي ولم المجروح، مازال ما فاتش الفوت، كل شيء مازال ممكن. قد استنينا كالنهار اللي كسرنا فيه قيودنا. السلام. احنا أحرار وما في بالهمش. السلام. احنا أحرار أخي ما في بالكمش. الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم. يا ثورة ما كنتش نحلم بيك. وقت اللي بديت رميت روحي في حضنك وكبشت فيك كيف الدنيا. حياتي بديت معك، خليني نحس من جديد حب أخوتي وبلادي. هزني وين الحلام تتحقق، وإذا لزم ندفع دمي خليه يسيل لآخر قطرة. نموت ولا نسلم. يعني الاختبار المرة هذه ايه وان شاء الله ما تفوتوش العام زاد، ما تحلاش السلطة شوية وتفوتوا لنا العام. ما يحلوش واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات، عام واحد من حقك الآن. إذا النهضة في هالعام هذا الوحيد اللي مش عايش في تجربة مجلس تأسيسي نجمو تقولوا للنهضة إذا ما نجحش وما وفاتش ديقاش.